وعن تزايد أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في ظل تراخ غير مبرر من جانب الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. رقم مرعب، 2200 إصابة جديدة و79 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في وقت بدأ العالم يتعافى. أستاذ نظير، أين تكمن مشكلة العراق؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة الرقم يعني صادم الذي سمعنا فيه بوفاة 79 شخص إضافة إلى إصابة جديدة بعدد 2200 مصاب. والأكثر إيلاما من هذا بأن لدينا يعني اعتقاد راسخ بأن هذه الأرقام ربما سوف تتصاعد في الأيام المقبلة لتصل إلى أرقام أكبر من هذا، وبالنتيجة هي هذا الأمر كان متوقعا وقد نوهنا عنه في لقاءات سابقة. نعم. بأن التعامل الحكومي مع هذه الأزمة لا يرتقي إلى مستوى الخطورة الذي يشكله هذا الفيروس، ويعني التعامل والفساد الموجود في المؤسسات الصحية والحكومية سوف تزيد من هذا المرض، وبالنتيجة لا يخسر فقط إلا الشعب العراقي، والفساد وجد له أبوابا جديدة لاستغلال والمتاجرة في يعني صحة الشعب العراقي، ولا يتورع عن يعني استخدام هذه الأساليب حتى في يعني أكثر أمر حساسية بالنسبة للمواطنين. أستاذ نظير، دائرة الصحة العامة حذرت من عدم الالتزام، من أن مسألة عدم الالتزام بإجراءات الحماية ستقود إلى كارثة، لكن هنا هل قدمت وزارة الصحة أو دوائرها ما يكفي لحماية المواطن؟ يعني أنا أقول هذا الكلام، يعني نحن لا ننكر بأن التثقيف الصحي للناس والالتزام بالتدابير الصحية سيسهم في تخفيف هذه الإصابات وهذه الجائحة بالانتشار بين أوساط الشعب العراقي، لكن يعني هذا أنا أراه هو تهرب من المسؤولية وإلقاء المسؤولية على الشعب وعلى الناس بأنه هم السبب في انتشار هذا الفيروس، بينما يبرون نفسهم من الأساليب والإجراءات الصحيحة يعني لمواجهة هذا التحدي الخطير. لذلك يعني أنا أقول هذا دأب كل السلطات الاستبدادية عندما تواجه أزمة مثل هذه الأزمة ترفع مسؤوليتها عن هذا وتلقيها على الشعب، بينما الشعب هو لا حول ولا قوة له، هم يطالبوه باتخاذ الأساليب والإجراءات الصحية بينما لا يوفرون له ما يستطيع أن يعيش به. يعني الكاسب والذي يعمل بيديه كيف له أن يبقى بالبيت ويتخذ الأساليب والإجراء الصحية بينما لا يجد شيء يستطيع أن يأكله ويعيش به؟ هو هنا السؤال، يعني هنا السؤال أستاذ نظير، هل يستطيع المواطن أن يستمر بدون أعمال حتى يلتزم بقرارات وصفها الكثير بأنها متضاربة من جانب الحكومة؟ أخي الكريم، يعني أنا أجد حتى يعني عدم التزام الناس بالإجراءات له أسباب العديدة، واحدة من عدها هو عدم ثقتهم بالحكومة نفسها وبإجراءاتها. يعني أنت تطلب من المواطن أن يلتزم بالمكوث في البيت وبدون أن توفر له يعني ما يسد رمقه، كيف يعني يستقيم هذا الأمر؟ نحن يعني نرى في دول عديدة الشرائح التي يكون كسبها يومي وليس لديها رواتب تقوم الحكومة بمساعدتهم بإعانات مالية أو مادية لغرض تجاوز هذه الأزمة، وبالتالي يستطيع المواطن أن يصبر ويتخذ الإجراءات الصحية، بينما يعني حال الحكومة في تصرف هذا كمن يلقي الإنسان في البحر من غير أن يعرف أن يسبح، يعني كيف يستقيم وكيف يستطيع أن يعيش؟ يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. بالحديث عن واجبات الحكومة وأيضا بشكل خاص واجبات وزارة الصحة، النزاهة أستاذ نظير النيابية تطالب بإقالة وزير الصحة بسبب فساد صفقة شراء غاز الأكسجين والكمامات، لكن هل تعتقد أن البرلمان المشكل بالمحاصصة سيستطيع إقالة وزير الصحة؟ طبعا بالتأكيد لا يستطيعون، لأن هذا من حصة التيار الصدري أو حصة سائرون
لذلك فهو لم يأتي لأنه كفوء، إنما لأنه ينتمي لتيار سياسي معين. ويعني ليس فقط هي النزاهة من طالبت بإقالة هذا الوزير، بل أن المتظاهرين ساحة التحرير خرجوا وطالبوا بإقالة هذا الوزير، بل أن في تويتر يعني تصدر الترند هاشتاجين اثنين، أحدهما بعنوان إقالة وزير الصحة والثاني النظام الصحي يقتلنا. وكما تعرف أخي الكريم هذه الهاشتاجات يعني توحي وتعطي فكرة على الانطباع عن الرأي العام العراقي، وبالتالي العراقيين هم لا توجد لديهم ثقة بهذه الحكومة وأنها قادرة على فعل شيء، بل وصل الأمر إلى أن المواطنين يقومون هم بأنفسهم بمبادرات. يعني رأينا الثوار في الناصرية قاموا بتأهيل مقرات الأحزاب التي حرقوها سابقا، قاموا بتأهيلها وجعلوها مراكز للحجر الصحي. كذلك هناك مبادرات من مواطنين بتوفير غاز الأكسجين الذي الآن تفتقد يعني إليه المؤسسات الصحية والمستشفيات. يعني بمعنى أن المواطنين أدركوا أن الحكومة لا تستطيع أن تعمل، لذلك قاموا يقومون بمبادرات شخصية من عندهم لتجاوز هذه الأزمة. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.